منتخبنا الوطني العراقي ضمن الفرق المتأهلة للدور الثاني في بطولة كأس العرب التي ستقام في الدوحة، حيث قال مراسل بي إن سبورت فاصل مغدادي 10 منتخبات ستتأهل بشكل مباشر كأس العرب، وهي تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر، السعودية، العراق، الإمارات، سوريا وسلطنة عمان. بالتوفيق للأسود الرافدين. في تصريح سابق للمحترف علي عدنان حيث صرح قائلا: حان الوقت ليتأهل المنتخب العراقي لكأس العالم من جديد، لدينا لاعبين والطاقم التقني والفني الرائع والمشجعين لتحقيق هذا الإنجاز، لدينا كل ما نحتاجه، لهذا السبب أعتقد أننا سننجح في حجز تذكرة السفر إلى قطر 2022. جمهور كريليا سوفيتوف الروسي يحتفي بصفاء هادي ويلتقط معه صور. لا يزال النجم العراقي ولاعب منتخب الوطن السابق ياسر قاسم خالي من العروض للتعاقد معه محليا وخارجيا، مع الأسف راح ياسر قاسم. أما عن اللاعب باروا نوري حيث صرح للصحافة السويدية قال: وقعت مع زاخو بنظام الإعارة بسبب توقف الدوري الأندونيسي لفترة طويلة جدا، والدوري هنا في العراق جيد وأفضل من نظيره الأندونيسي. أما عن محمد داود حيث صرح قال: لن ألعب ضد النفط نهائيا وهذا شرطي الخاص مع نادي الشرطة. بالتوفيق لك يا محمد داود. وعن مباريات الدوري العراقي الممتاز ولحساب الجولة 18 حيث جرت مبارتين اليوم وكانت النتائج كالآتي: فوز فريق نادي النفط على الكهرباء بهدف نظيف مقابل لا شيء، وفي المباراة الثانية الشرطة يفوز على نفط البصرة بهدف جاء نتيجة ضربة جزاء. وبانتهاء مباريات الجولة 18 أصبح ترتيب فيها كالآتي: لا زال نادي القوة الجوية يتمسك بالصدارة ب 38 نقطة، ثم الشرطة يليه ب 35 نقطة، والزوراء ب 33 نقطة، وتسلسل باقي الفرق كما وضح في الصورة. أما عن هدافي الدوري فلا زال أيمن حسين يتمسك بصدارة هدافي الدوري ب 14 نقطة، يليه مهند عبد الرحيم ب 10 نقاط، وتسلسل باقي اللاعبين المسجل أهداف أمام كل منهم.